يعلم حيوانات الغابة الحروف. في يوم من الأيام كان مزموزة يسير في الغابة عندما التقى بحيوانات مختلفة. كانت هذه الحيوانات تعيش في الغابة منذ فترة طويلة ولم تعرف حروف اللغة. قال مزموزة: أهلاً بكم جميعاً، أنا مزموزة وأنا هنا لأعلمكم حروف اللغة. سأله أحد الحيوانات: هل يمكنك فعل ذلك؟ أجابه مزموزة: بالطبع، سأبدأ بحرف A. هذا هو شكله، ورسم حرف A في التراب. صرخت الحيوانات جميعا: رائع! ثم رسم مزموزة حروفا أخرى وشرح للحيوانات كيفية نطقها واستخدامها في الكلمات. وكانت الحيوانات سعداء للغاية لأنها تعلمت شيئا جديدا. قال أحد الحيوانات: شكرا جزيلا مزموزة، آمل أن نتعلم المزيد من حروف اللغة. بالطبع، أجاب مزموزة، سأعود غدا لأعلمكم المزيد.